مستر، لقد امتص وحش الغيمة المظلمة ألواننا، ما الذي علينا فعله؟ لا تقلقوا، يمكنكم استعادة ألوانكم بواسطة الفواكه الموجودة فوق رأسي. عظيم، يمكننا استعادة الألوان الخاصة بنا مرة أخرى الآن. أستطيع أن أزرع فواكه حمراء بعد تناول قطرات الماء السحرية. سويا إلى كوكب الحلوى. واو، لا أستطيع الانتظار. أولا لنضع إطار الأجنحة. نحن بحاجة إلى بعض الريش لنبحث عنه معا. هل تعرفي أين يمكن العثور على الريش؟ هل هناك أي ريش هنا لنتحقق منه؟ هل هناك ريش خلف الغيوم تسحبها بعيدا من المحطة؟ هناك ريش وراء النجوم أيضا، هل يمكنك العثور عليه؟ أجل، لقد
وجدت الكثير من الريش لنقم بتزيين الأجنحة. رائع فيري مونستر، سوف تحب هذا الزوج من الأجنحة. واو، يا له من زوج لطيف من الأجنحة. لنبدأ رحلتنا إلى كوكب الحلوى، فهناك الكثير من الحلوى. دعنا نجمع هذه الحلويات. والساعة يا فيري مونستر، هذا ما يفعله الأصدقاء الحقيقيون. يا وحش الثلج، الجو حار جدا اليوم. سأصنع ثلجا مجروشا لنتشاركه معاً. نعم، رائع. أولا اجمع برطمان من قطرات الندى. لنحصل على الثلج.
المجروش. يا وحش الثلج، شكرا على الثلج المجروش. على الرحب والسعة يا وحش الفرو، نحن أصدقاء رائعون. جائع جدا يا فاير سبايتر، سأذهب إلى الصيد وشواء بعض الأسماك من أجلك. هذا رائع، أنت الأفضل يا فاير سبايتر. تذكر أن تحصل على هذه الأسماك. إشعال النار. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. الآن يمكنني إشعال النار. خمن ما سأفعله بعد ذلك. صغيرة مؤذية. حسنا، سوف أتناول بعض الفلفل الحار قبل أن أبصق النار. فلفل حار، فلفل حار. السمك لنضع عليه صلصة الشواء اللذيذة بالفرشاة. إنه جاهز. شكرا لك يا فاير سبايتر. على الرحب والسعة يا فلاي مونستر، هذا ما يفعله الأصدقاء الحقيقيون. أشعر بالبرد شديد يا فيري مونستر. يحافظ فرائي على الدفء بشكل جيد، يمكنني أن أصنع لك قبعة به. حقا رائع. أولا اغسل فرائي جيدا. أجل، إنه نظيف جدا الآن. بعد ذلك ساعدني في تجفيف الفراء. لنبدأ الحلاقة. قم بتمشيط الفراء حتى يصبح منفوشا. أحسنت. هي
قم بتدوير المقبض وابدأ في حياكة القبعة. القبعة جاهزة. ضع الألوان الجميلة. حذف بعض كرات الفراء اللطيفة. قم بالتزيين بالملصقات الجميلة. اختر صندوق الهدايا الذي تريده. عمل رائع، بالتأكيد سوف يحب بيج ماوس مونستر هذه الهدية. إنه دافئ جدا، شكرا لك على قبعتي يا فيري مونستر. على الرحب والسعة بيج ماوس مونستر، هذا ما يفعله الأصدقاء الحقيقيون.